الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية وجع الدورة الشهرية في المنام وعن وجع المفاصل في المنام للإمام محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. وضع علماء التفسير تفسيرات مختلفة لرؤية الحيض في المنام ودم الحيض. فإذا رأت الفتاة العزباء وجع الدورة الشهرية في المنام، فقد يدل ذلك على ما تقوم به الفتاة من أفعال غير جيدة. كما إذا رأت المرأة المتزوجة آلام الدورة الشهرية في المنام، قد يدل ذلك على ارتكاب بعض الذنوب والله أعلم. في حال رأى الحالم وجع المفاصل في المنام، قد يشير إلى المشاكل التي تواجه الشخص لتحقيق بعض الأمنيات. حيث ذكر علماء التفسير أن رؤية الوجع في المنام قد تدل على مشاكل واضطرابات نفسية، كذلك يدل على تعرض الحالم لبعض الفترات الصعبة. إذا رأى الحالم وجع القلب في المنام، قد يشير إلى شعور الشخص بالذنب لارتكابه المعاصي وشعوره بالحزن. عند رؤية الفتاة العزباء وجع القلب في المنام، قد يدل على قلقها من البقاء وحدها وتفكيرها في أمور الارتباط. كما إذا رأت المرأة المتزوجة وجع القلب في المنام، قد يدل على تشعر به تجعل قلبها حزين. إذا رأت المرأة المطلقة وجع في القلب في المنام، يشير وحدتها شعورها المضطرب ومرورها بفترة نفسية صعبة. رؤية الحالم وجع العين في المنام، فقد يدل ذلك على تعرض الحالم لبعض الأزمات الصعبة. كذلك قد يشير رؤية وجع العين في المنام إلى أن الحالم يكون شخصا لا يعترف بالجميل. في حال رأت المرأة الحامل وجع العين في المنام، يشير إلى حمل صعب والله أعلى وأعلم. في حال رأى الرجل وجع الأذن في المنام، يكون دليل على تلقي أخبار غير طيبة. حيث إذا رأت الفتاة العزباء وجع الأذن في المنام، يشير إلى تعرضها لبعض الأزمات. عند رؤية المرأة المتزوجة وجع الأذن في المنام، يشير إلى تلقي أخبار حزينة والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.